فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يحضر بعض طلبة العلم إلى المسجد مبكرين لحضور الدرس، ويقومون بحجز مكان لبعض أصدقائهم وهم لم يحضروا بعد، فهل يجوز هذا الأمر؟ إذا كانوا سيحضرون يعني متأكد حضورهم فلا بأس بذلك. نعم، انتهى، وفقكم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.